إن عرعر هي أكبر وسط اجتماعي نشأ على خط التابلاين، فهي تضم مرافق حكومية عديدة ومدارس عصرية ومشاريع تجارية نشيطة. وما اضطراد نمو هذه البلدة إلا دليل واضح على ما تسديه البلديات من خدمات جليلة لتطوير النهضة العمرانية على أسس حديثة في المملكة العربية السعودية. ومن بين الخدمات الهامة التي تسديها التابلاين للحياة المحلية برنامج تمليك مساكن للموظفين السعوديين، والذي تساعد به الشركة موظفيها في تصميم وتمويل بيوت جديدة خاصة بهم. هذه البيوت النظيفة العصرية يتولى تشييدها مقاولون محليون مستقلون، ويمكن أن نرى مزيدا من هذه البيوت يشاد عاما بعد عام. العديدون من المقيمون في عرعر يركبون الباص لقطع المسافات القصيرة إلى محطة بدنة. في بدنة وفي سائر محطات التابلاين وظيفتنا دفع الزيت، ولكن بعد العمل هناك مشاغل أخرى.